أنور، شنو هو اللون اللي تبي تمثله؟ اللي عندك رغبة تمثله ممثلته؟ والله هو ديما الأدوار طبعاً، التنوع هو الـ هو الـ هو المميز والمفيد للفنان. يعني ما تخليكش في طابع واحد مثلاً، كوميدي بشكل واحد وبلون واحد وكذا، لا بالعكس، التنوع هذا اللي ينمي قدرات الممثل. بصراحة أنا في أدوار نحب نمثلها، شخصية المختل عقلياً، شخصية المريض النفسي، هذه الأدوار ونشوفه احنا حتى عربية الناس واجدة تتميز فيها. بسام كوسا يعني في شخصية فيها شغل للممثل، يعني حاجة تخدم عليها. يعني مثلا من الأدوار اللي فرحت بها واجد اني مثلتها شخصية برخاني الضابط اليهودي في زنقة الريح. بحكم أول شيء اللكنة اليهودية والحس الخبث اللي عند برخاني، كيف مع هذا قوي ومع هذا خبيت ومع هذا خواف، والتركيبة اللي صايرة هذه هي اللي نستفيد منها احنا. صح، برخاني كان ورشة عمل بالنسبة لي انا. صح، وديت حمية الشغل كيف انت تقوي ادواته وكذا. فديما الدور اللي مش سهل والدور اللي انت ما لعبتاش هو اللي مفروض تتمنى تشتغله. اما يبدا الشخصية العادية، يعني شخصية عادية جدا، حوارات وكذا وهذا ما فيهاش جو واجب. صح، فديما انت تتمنى انك تشتغل شخصيه فيها شخصيه القائد سليمان مثلا. نفسيا التركيبه النفسيه للشخصيه هذه مش عاديه، لدرجه ان حتى لو ان موضوع البنيان المرصوص موضوع واقعي موضوع حديث، فركب في الممثل حاجات يعني غريبه، لدرجه ان حتى المخرج اسامه ورزق مين يستغرب مال الحرارة اللي صايرة والشغل يعني موضوع كان يلقى ما يوقفش تصوير. نلاحظ احنا لما وانت عارف الحركة والحروب والجري ما يوقفش، يكلم الكاميرا عدي من هنا تعال لك زيد خذ هذا خذ هذا. فقصدي ديما الأدوار اللي فيها شغف فيها حركة فيها حرارة